لكل سعادة وفخر شاركت في المرحلة الثالثة للتجارب السريرية من اللقاح الغير نشط لمكافحة وباء كوفيد-19، وما مشاركتي إلا جزء من واجب نقدمه لوطن الإنسانية الإمارات، وطن ندين له بالكثير، فنحن مهما قدمنا فلن نوفيه حقه. لأجل وطن الإنسانية من نال شرف احتضان التجارب السريرية للقاح المنتظر ضد كوفيد-19، وشارك في رسالة الأمل للعالم من خلال هذه التجارب التزاماً ووفاءً مني للإمارات الحبيبة، وأدعو الجميع المشاركة في التطوع لأجل الإمارات والإنسانية.